الأخبار من ATV العدالة، وفيها سمو أمير البلاد يحضر حفل تكريم المتفوقين من خريجي كليات ومعاهد التطبيق. سمو الأمير يبعث ببرقية تعزية بوفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه في حادث المروحية. مباحثات كويتية أمريكية تتناول آخر التطورات الإقليمية والدولية. بلدية الكويت وبالتعاون مع الجهات المختصة تواصل حملتها للحد من ظاهرة العزاب. رابطة الاجتماعيين الكويتية تنظم مؤتمر التعافي من الإدمان ورحلة الاندماج. وفي صفحتنا الرياضية، القادسية والسلمية في مواجهة قوية غدا للفوز بأغلى الكؤوس. ومن العناوين إلى التفاصيل، تحت رعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد أقيم حفل تكريم المتفوقين من خريجي كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الدراسي 2022-2023، وذلك على مسرح ديوان عام الهيئة الجديد بمنطقة الشويخ. هذا وقد وصل موكب سمو الأمير إلى مكان الحفل، حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور عادل العدواني. حضرة صاحب السمو أمير البلاد، انطلاقا من رؤية سموكم للتعليم بأنه ركن أساسي في بناء الوطن وعامل جوهري في نهضته وتقدمه، والسبيل الأمثل لبناء الإنسان الواعي القادر على مواجهة تحديات المستقبل، جاءت توجيهاتكم الكريمة في أهمية الاستثمار بالتعليم ورعاية المواطنين علميا ومعرفيا لتحقيق النمو المستدام والتطور الشامل للبلاد. وكان لدعم سموكم أثر واضح على أداء مؤسسات التعليم العالي لرسالتها لخدمة الوطن والمواطن. ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجامة والسادة نواب المدير العام للهيئة. إن حضوركم اليوم يا صاحب السمو وتشريفكم لحفلنا يظل ذكرى فخر ولحظة مضيئة في حياة الخريجين لا تعرف الشحوب أو النسيان، وإن الهيئة تقدر عاليا هذه المكرمة الأميرية السامية التي تترجم أسمى معاني الأبوة والمحبة والتقدير من سموكم إلى أبنائه الخريجين وبناته الخريجات، فهي تعبر عن بالغ حرص سموكم على مشاركة الفرحة مع الآباء والأمهات بتفوق أبنائهم. سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حرصاً على وقتكم الثمين يا صاحب السمو، فإني سأحاول اختصار ما لا يختصر، فقد تدل الثمرة الواحدة على شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وسأقدم لحظات أمثلة سريعة على دور الهيئة وإنجازاتها. إن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تنهض بمسؤوليات ومهام كبيرة لتحقيق الغرض منها، وهو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية وتلبية احتياجات التنمية في البلاد. وشهد الحفل سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي وكبار المسؤولين بالدولة وجمع غفير من أهالي الطلبة الخريجين والمواطنين.
بعث سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى دولة الرئيس السيد محمد مخبر رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، أعرب فيها سموه له ولأسرة فخامة الرئيس آية الله الدكتور سيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولأسر الضحايا وللشعب الإيراني الصديق عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فخامته إثر حادث تحطم المروحية التي كانت تقله مع عدد من الوزراء والمسؤولين في محافظة أذربيجان الشرقية والذي أسفر عن مقتل من كان على متنها، سائلا سمو المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهمه وأسرة فخامته وذوي الضحايا والشعب الإيراني الصديق جميل الصبر وحسن العزاء بهذا المصاب الأليم. أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وجميع مرافقيه بمن فيهم وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم من محافظة أذربيجان الشرقية. وذكر التلفزيون الإيراني إن الرئيس رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قتلا في حادث تحطم مروحيتهما التي كانت تقلهما أمس لدى عودتهما ومرافقهما من مراسم تدشين سد مشترك بين إيران وأذربيجان بحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف. وكانت طائرة المروحية تقل إضافة إلى رئيسي وعبد اللهيان كلا من محافظ محافظة أذربيجان الشرقية مالك رحمتي وإمام وخطيب صلاة الجمعة بمدينة تبريز الإيرانية الهاشم وطاقم المروحية. وأعلنت الحكومة الإيرانية تولي كبير المسؤولين عن المفاوضات النووية علي باقري كاني مهام وزارة الخارجية بعد مقتل الوزير السابق حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم المروحية التي كانت تقله مع الرئيس إبراهيم رئيسي. بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مع نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي دانيال شابيرو الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الشيخ فهد اليوسف استقبل شابيرو والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، حيث تم تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا وبحث آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. وأضافت أن الشيخ فهد اليوسف أشاد خلال اللقاء بعمق علاقات الصداقة الوطيدة بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وتعاونهما الدائم على كل الصعد والمستويات لا سيما ما يتعلق بالجوانب الدفاعية. وحضر اللقاء سفيرة الولايات المتحدة لدى البلاد كارين ساساهارا. أكدت وزارة التربية استمرار العمل بالآلية المعتمدة للدوام المرن لجميع العاملين في المدارس، مشيرة إلى أن نظام البصمة المعمول به لم يطرأ عليه أي تغيير لا سيما فيما يتعلق بإثبات الحضور والانصراف. وأضافت الوزارة في بيان أن نظام البصمة يسري على أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية ما عدا المكلفين بأعمال الامتحانات في الكنترول أو خارج مقار مدارسهم لاختلاف طبيعة عملهم. أعلنت وزارة الإعلام أنها بصدد إطلاق البث التجريبي لقناة إخبارية مختصة في يوليو المقبل تطبيقاً لاستراتيجيتها وحرصاً على مواكبة الأحداث المحلية والإقليمية والخارجية. وقال الناطق الرسمي لوزارة الإعلام وكيل قطاع الأخبار والبرامج السياسية الدكتور بدر العنزي عقب اجتماع عقده وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري مع قيادات الوزارة إن القناة الإخبارية المزمع إطلاقها ستضم نشرات إخبارية على مدار الساعة وكذلك مواجيز إخبارية وبرامج ثقافية وحوارية. وأكد الدكتور العنزي أن سياسة القناة ستكون متوافقة مع السياسة الخارجية لدولة الكويت فيما يتعلق بالقضايا الخارجية، مضيفا أنها ستعمل على إبراز أهم الأحداث والمنجزات المحلية وتقديمها لتكون واجهة إخبارية للبلاد. وقال إن القناة تستنير بالخطاب السامي لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بعملها، حيث سيكون من صلب عملها تسليط الضوء إعلاميا على العمل والإنجازات الحكومية
الشرعية وتوضيحها واتباع توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله، كذلك بالتعاون الوثيق بين الإعلام ومنجزات الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة. تواصل بلدية الكويت وبالتعاون مع الجهات المختصة القيام بحملة واسعة في كافة محافظات البلاد تحت عنوان الحد من العزاب، وذلك لرصد العزاب في مناطق السكن الخاص عبر فرقها الميدانية. وتهدف الحملة إلى إيصال رسالة واضحة أن البلدية جادة في تطبيق حظر سكن العزاب في مناطق السكن الخاص، وأنها لن تتهاون في تطبيق كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إلى جانب قطع التيار الكهربائي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء. نظمت رابطة الاجتماعيين الكويتية مؤتمر التعافي من الإدمان ورحلة الاندماج الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. وقال رئيس مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين عبد الله الرضوان إن هذا المؤتمر يأتي انطلاقا من مفهوم الشراكة المجتمعية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وبأهمية التعاون المتبادل بين القطاعات ذات الصلة في إتمام عملية التعافي من الإدمان عبر تسليط الضوء على الجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية. كالعادة طبعا نحن نسوي ورش على مدار السنة، بس اليوم ورشتنا نتكلم عن التعافي من المخدرات ورحلة الاندماج بالمجتمع. يعني أنا أعتقد أن المخدرات الكل تكلم فيها، لكن أن شلون إحنا نأهل المتعافي للاندماج بالمجتمع، أنه يكون عنده وظيفة، أنه يكون السوابق اللي عليه اللي متسجل عليه قبل لا يتعافى، هذه كلها أشياء إحنا راح نعالجها اليوم. إحنا اليوم قاعدين نقيم مؤتمر التعافي من الإدمان ورحلة الاندماج الاجتماعي. اليوم احنا نبي نسلط الضوء على ظاهرة مهمة جدا قاعدين احنا نواجهها ورصدتها الرابطة منذ فترة طويلة، وهي ان اليوم المتعافي قاعد يواجه مشكلة كبيرة جدا في رحلة اندماجه مع المجتمع. اليوم المتعافي قاعد يواجه مشاكل عدة في عدة جهات حكومية. اليوم أيضا متعافي قاعد يواجه مشكلة في التوظيف وفي توفير قوت يومه وفي توفير الدعم النفسي. لذلك احنا قاعدين نحاول ان نجمعنا جميع المختصين وجمعنا جميع الجهات المختصة، واحنا نهدف ان شاء الله نسهل البيئة اللي عايش فيها هذا المتعافي، خاصة من بيئة الأعمال وتوفير الفرص الوظيفية. اثنين، احنا نهدف الى توفير الدعم النفسي الكامل من خلال المختصين، وليس أنه مجرد أنه يأخذ علاجات وخلاص ونكتفي بهذا الشأن. لا، إحنا نتمنى نوصل مرحلة أفضل، ونسأل الله التوفيق. وفي النهاية نشكركم على تواصلكم ونشكركم على مشاركتكم معنا. في حالة العود أو الانتكاسة، لأن هذا نعتبر إحنا مريض ممكن ينتكس مرة مرتين، في عندنا مرونة بالتعامل معه، مو من أول مرة أن نقول له خلاص أنت تعافيت أنت ترجع. لا، في عندنا مثلا ويقدرها الباحث، طبعا هناك فروق فرديه لما نتعامل مع كل حاله، في حاله تجيك ممكن ما تقدر تتعامل معها وصعب التعامل معها، في حالات لا، في عندها اراده هني يحظى بفرص اكبر من غيرها يعني. واعاده للسجن ما تصير الا بعد ما نمنح اخر فرصه، وهي العلاج من الادمان، علاج من الإدمان في حالات القضايا التعافي، طبعاً حول المستشفى الإدمان ويعطي القرار النهائي فيه عما إذا كان يستمر معنا برا أو لا. فحطينا علاج الإدمان آخر فرصة في أن ممكن يتعافى إن شاء الله ويكون فرد صالح في المجتمع. بعد ما يطلع وينتهي فترة علاجه وتخلص الشكوى المقدمة ضده، يقدر يطلع صحيفة جنائية خالية من أي سوابق، هذه تنفعه في حياته العملية. لكن مجرد دخوله للنيابة إلى المحكمة إلى المحاكمة، هذا الجو العام هذا يتعبه ويتعب أسرته. أنا أعتقد المفروض القوانين هذه انحطت من فترة بعيدة. لو كان أفضل في هذا الزمن في الوقت الحين الحالي، العدد زاد والمشكلة كبرت، يعني عشان نقلل الأثر اللي فيها لازم أنه يتغير في التشريعات بحيث أنه يأخذ تدابير احترازية بدل من أنه تتسجل فيه قضية. يعني خلينا نراعي على الأقل اللي أول مرة
اللي أول مرة يتعرض لهذا الأمر، إن تكون مشاركة ما بين المشرع وقانون العقوبات، في إن بدال ما يعاقب ويأخذ مثلاً ظرف مخفف أو الامتناع عن النطق بالعقاب، إن يأخذ تدبير احترازي. يتنافس فريقا القادسية والسلمية على لقب بطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم لموسم 2023-2024، وذلك في المباراة النهائية التي ستقام غدا الثلاثاء على استاد جابر الأحمد الدولي. وقال مدرب نادي السلمية الكرواتي أنتي ميشا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية إنه متحمس جدا قبل مواجهة القادسية في النهائي، وأنه سيفعل كل شيء من أجل الفوز بالكأس، مضيفا أن القادسية يملك فريقا جيدا وأنه مستعد لهذا اللقاء الذي انتظره طويلا. من جهته قال مدرب نادي القادسية دكتور محمد مشعان خلال المؤتمر إن مواجهة الغد ستكون صعبة بدون أسرار كبيرة، وأنه يعلم قوة السلمية ومفاتيح لعبه والنقاط التي من الممكن أن تؤثر عليه، مشيرا إلى أن فريقه سيلعب مباراة مثالية من أجل الفوز. مواجهة صعبة لكن بدون أسرار كبيرة. نعلم جيدا السالمية، مفاتيح لعب السالمية، قوة السالمية والنقاط اللي ممكن نؤثر على نادي السالمية. واجهنا نادي السالمية هذا الموسم في الشهر الأخير أكثر من مرة، لكن هذه المواجهة مواجهة خاصة، لأن في بطولات الكؤوس الطموح مختلف والحظوظ شبه متساوية والأخطاء مؤثرة بشكل كبير. للفوز بهذه المباراة على القادسية أن يلعب مباراة مثالية، وأكيد أننا نطمح لهذا الفوز. We are ready, we are prepared, and we are like waiting for tomorrow game. يقول لا توجد أسرار نخفيها بيننا وبين نادي القادسية، الفريقين مكشوفين أمام بعضهما، كما أنني بشكل شخصي ونحن كنادي السالمية نحترم فريق نادي القادسية، فريق كبير وعريق، كما أحترم في نفس الوقت فريقي فريق نادي السالمية ولاعبي. سنحاول الفوز في مباراة يوم الغد لأننا انتظرنا طويلا هذه الكأس وهذا النهائي، استعدينا جيدا وسنحاول الفوز قدر الإمكان في مباراة يوم الغد. كنتيجة صعب جدا أن أتوقع النتيجة، لكن كأداء لا أتوقع من لاعبيني إلا تقديم كل ما يمكن تقديمه في هذه المباراة، من تضحيات، من انضباط تكتيكي في هذه المباراة. ونعلم جيدا أن الفوز في مباراة الكأس وفي مباراة نهائية علينا تقديم مباراة بأقل أخطاء ممكنة، لكن نملك ثقة كبيرة بجميع اللاعبين، باللاعبين اللي ممكن يبدون المباراة وباللاعبين أيضا اللي ممكن يكونون على دكة البدلاء، وأعتقد أننا نملك حوافز كبيرة للفوز بهذا البطولة. أكيد ما في أحد يبي يخسر النهائي، يعني كل الشباب يعني فيهم العزيمة والتركيز العالي عشان المباراة هذه، وإن شاء الله يعني نحقق المطلوب وإن شاء الله نأخذ الكأس. في بطولة الدوري الطموحات مختلفة، واجهنا السالمية عندما كنا ننافس على الدوري والسالمية لا ينافس على الدوري، الحوافز مختلفة، لكن في هذه البطولة الحوافز شبه متساوية، الفرص شبه متساوية، ممكن يكون الحذر أعلى في هذه المباراة، لكن نقاط القوة ونقاط الضعف لمدرب درب السالمية من شهرين من ثلاثة شهور أعتقد أنها واضحة. نعلم جيدا جودة لاعبينا ومميزات لاعبينا، وعلينا أن نستخدمها في المكان المناسب. We will try to do our best to win the America. Our players are ready. يقول نعم أتفق مع دكتور محمد مشعان، هي عبارة مباراة واحدة بين فريقين، الفرص 50% لكل فريق، فرص متساوية متعادلة، مثل ما قلت في الإجابة السابقة فريقي جاهز ونحن مستعدون وإن شاء الله سنفوز مباراة يوم غد. وأنا أعتقد أن مباراة العربي والسيناريو العربي أعطانا حافز كبير في هذه لهذه المباراة ولهذه المناسبة، على المستوى البدني أعتقد حتى اللاعبين المصابين يريدون أن يشاركون في هذه المباراة، فما بالك في اللاعبين اللي تعتقد أنهم مجهدين. مباراة العربي كان سيناريو محضر، لا أدعي أنه محضر على مستوى النتيجة، لكن على مستوى الأداء وعلى مستوى مشاركة اللاعبين كان خياري أن أشارك اللاعبين الأساسيين، وكنت أبي أحضر مباراة قوية
مشابهة لمباراة الكأس، وأتمنى أن تحضر نفس الروح ونفس العزيمة اللي كانت موجودة في الشوط الثاني. بالنهاية استعدادات اللاعبين للمباراة كبيرة، ونادي القادسية متعطش للبطولات والعودة للمنصات، فكل اللاعبين والإداريين والجمهور الكل مستعد ومركز بهالمباراة، خاصة أن آخر أمل لنا بالموسم آخر بطولة والعودة للبطولات المنصات السنين الجاية. أطلق الاتحاد الكويتي لكرة القدم حملة إعلانية بمناسبة المباراة النهائية لكأس سمو الأميرة، والتي يشهدها استاد جابر الدولي غدا بين القادسية والسلمية في مواجهة قوية على أغلى الكؤوس. تفقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال لحويلة قطاعات وإدارات الهيئة العامة للرياضة، وكان في استقبالها مدير الهيئة بالتكليف فيصل اليتيم والمدير العام لقطاع الرياضة للجميع ومدير الإدارات حامد الهزيمة. وطلبت لحويلة خلال زيارتها الجميع ببذل مزيد من الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة للارتقاء بالمنظمة الرياضية، وذلك بتسهيل مهمة وعمل كل الأندية والاتحادات الرياضية وتوفير الدعم للاعبين واللاعبات والتفاني في العمل والعطاء تنفيذا لما جاء في مضامين الكلمة السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والتي حددت إطارا لعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.